لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهايه فانتهوا الى نهايتكم. فان العبد المؤمن بين مخافتين بين اجل قد مضى لا يدري ما الله خادم منه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لقبره ومن دنياه لاخرته. فان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخره. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار الا الجنه ومنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمين سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.